مرحبا بكل محبين ومتابعيني على يوتيوب في قناتي وجميع مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وانستغرام وتيك توك. حبايبي الحلوين، اليوم راح اكون معكم بموضوع مهم كتير وحلو كتير جيدا جدا جدا جدا، هو كيف نعرف ناخذ الاقامه المؤقته اللي هي اسمها بريكاريا. ان كانت البريكاريا هي عن طريق مكتب اللجوء اللي شايفينه هذا قدامكم، اوكي، اللي هو بالورقه هلا، او البريكاريا الثانيه اللي انت بتاخذها انه انت عندك احد افراد اسرتك ارجنتيني، اوكي، او بتشتغل عمل او غيره ما شابه ذلك. وبعد البريكاريا طبعا هدول البريكاريتين اذا بيحق لك تاخذ تنتين مع بعض او لا، راح اشرح لكم بالتفاصيل، وممكن يكونوا معك تنتين او لا. وبعدها بطلع ورقه من قبل هي الورقه من الاساس، عفوا خلينا خربطنا حطيناها، الرقم الوطني هذا اسمه كويل، غير الرقم الضريبي هو نفسه بيتحول، وراح اشرح عنه في فيديو كمان، وورقة الانسيس. طبعا انا هذول ما راح اقدر اشرح لكم عنهم الاربعة بفيديو واحد لانه حيكون طويل جدا وممل، وراح ابدا اشرح لكم على اسهل وحدة نبلش فيها، ونبدا بالاقامة المؤقتة اللي هي اسمها البريكاري بتاع اللجوء. اوكي، شو هي البريكاري بتاع اللجوء وكيف ممكن تحصل عليها وشو هي ميزاتها، شو بيحق لك تعمل فيها بالارجنتين، بيحق لك تسافر ما بيحق لك تسافر، بيحق لك تشتغل، بحق لك تعمل، بحق لك شو الاشياء اللي بحق لك فيها، وكيف الطريقه انك تحصل عليها، ومين هن الاشخاص اللي بحق لهم ياخذوها هي البريكاريا، وهي تفاصيل اكثر، فتابعونا بالفيديو راح اكون معكم اشرح لكم التفاصيل. طبعا حبايبي هي البريكاريا بتاع اللجوء، اول شيء بتاخذها من مكتب اسمه كوناري اللي هذا شايفينه هون قدامكم على الشاشه، دركسيون ناسيون دي الرفوخيادو، وهي شايفينه دركسيون ناسيون دي الاميغراسيونيس، ماشي، وهي عنوانه وهي تفاصيله هون موجود قدامكم على الشاشة، اوكي، هاي عناوينه عشان تعرف وين بدك تقدم عليه. طيب هاي بهذا المركز بإدارة الهجرة، مين اللي بده يساعدك لتاخذ هاي البريكاريا وشو هن الشروط لحتى تاخذها، اوكي، ومين في كتير ناس منكم بتخوفوا انه يقدموا عليها، ليش؟ خليني اكون واضح وصريح معكم اليوم. اول شيء بدي اوجه نقطة وتحية للكل واقول انه لاي جنسية ولاي شخص بالعالم لا تخاف ولا تقول انه ما بتقدم على اللجوء وممكن يبلغوا بلدي ومن هالحكي هذا الفاضي، هذا الحكي الفاضي ما انا موجود، راح يبلغوا بلدك ولا بلدك راح تعرف. وهي البريكار هي شايفينها قدامكم هاي تبع اللجوء، اوكي، كتير ناس بياخدوها وبيسافروا فيها على بلد انه بيروحوا بيجوا، بحق لك تسافر فيها، ولكن لتسافر وتروح وتيجي فيها شو محتاج؟ محتاج اول شيء انك تترجمها للغة الانجليزية. ليش لازم ترجمها للغة الانجليزية؟ لانه انت ببلدك الاصلي ما بيعرفوا لغة اسبانية، فالاغلبية في المطارات بتعاملوا باللغة الانجليزية، لازم تكون مترجمة من الارجنتين قبل ما تطلع للغة الانجليزية ومصدقها من مترجمان مخلف. في حال انت سافرت الى بلدك قبل ما تخلص مدة صلاحيتها، هي لازم يكون ذهابك وعودتك قبل ما تنتهي 90 يوم الثلاثة اشهر، بتبرزها بالمطار، انه بيتواصلوا مع ادارة الهجرة هون مباشرة بيعطوهم الاوكي فبتطلع طيارة. وكثير ناس من جنسيات عربية مصريين وجزائريين و و و ما بدي اذكر، ويمنيين وليبيين وسوريين سافروا وراحوا فيها الى بلدهم زيارة في هذه الاوضاع وقبل الاوضاع وقعدوا فيها. طيب هلا كيف تحصل عليها وكيف انه هي سهلة؟ انا رح فرجيكم هذا الكتيب، هذا الجميل جدا الرائع، اوكي، هاد في عناوين، اوكي، بدك تروح على هاد شايفينه هون قدامي، لجنة الرعاية الشاملة وحماية لاجئ الطالب اللجوء للديون، شارع بليغرانو 117 الطابق الثاني مدينة بيونس ايرس، وهي ارقام التليفونات شايفينه. بتروح لهونيك اول شيء مشان تاخذ محامي مجاني، اذا بتروح جايب معك محامي خاص بكبوا لك مي بارده وبيقلعوك وبينيموا لك ملفك ويقولوا لك احنا ما شو جاي هذا يضحك علينا اذا جايب محامي خاص، ليش؟ هن مو يعني هن ما راح يطردوك ولا شيء، بس ملفك بينام، هذا يعني جاي بده يعمل لجوء جايب محامي خاص، ما في شيء انه هون مثل الوضع العربي تفكر امورك رح تمشي بالمحامي الخاص، المحامي الخاص بتشيله من ذهنك نهائيا، بتنساه بالارجنتين، اي دائره حكوميه بتدخل فيها معك محامي خاص بينيموا لك ملفك الى ابد الابدين، هي عم بقول لك اياها نصيحه من اخ، ملفك بينام ليوم الدين وقت بتدخل مع محامي خاص، لانه بيعرفين هن السيستم العربي والعقل العربي عارفينه انه بفكر اذا دفع فلوس او جاب محامي خاص انه مو رح تمشي، هون بالعكس تماما حيروح ملفك بينام في الدرج، بحق لك بالقانون وما بيطردوك وما بيميزوك عنصريا ولا شيء، ولكن بينيموا ملفك لحتى ليتاكدوا من شخصيتك، اوكي، اذا جايب محامي خاص. اما اذا رحت على المحامي الحكومي والمحامي الحكومي شرحت له وضعك قلت له اوكي. طيب هلا خلينا نشرح شو البلدان اللي فيها حروب
اللي هي مثل سوريا، اليمن، العراق والى اخره. هدول بتروح بتقول لهم انا بلدي في حرب، فالمحامي بيسالك كم سؤال هيك، بيعبي لك طلب استماره، بياخذك الى مكتب اداره الهجره اللي فيه مكتب هو، بيقدم لك طلب لجوء وبيعطوك هاي الاقامه المؤقته خلال، وانت واقف يعني خلال بضع ساعات المحامي بيقدم لك، بتروح يوم لعنده اوكي، وهذا اليوم بيعمل معك مقابله، بيعبي لك استماره، بحدد لك بعدها هو موعد بعد اسبوع، بيقول لك بلاقيك بالمكتب بتاع الهجره، بتلاقيني هنيك وبستناك وبياخدك وبيروح معك الى مكتب الهجره لتقدم طلب اللجوء. بيعملوا معك هنيك كمان مقابله، بيكون محامي معك مدتها نصف ساعه، خلال نصف ساعه بيعطوك هاي الورقه اللي هي اقامه اللجوء، بتاخذها لهي الاقامه انت وبتروح 90 يوم. خلال هاي الفتره انت بعد ممكن انت تروح بدك تشتغل فيها. هلا في ناس كثير شو بيقولوا لك، بيقولوا لك ايه والله يا اخي بصيروا بيسلبوها عليهم هدول العقليات العربيه، بيروحوا بيجي لعند المحامي انا بدي اشتغل لك، ما شغلوني ليش؟ ما عم بحاول اشتغل. قال والله لازم بطاقه، لازم دي ان اي البلاستيك بده اياه، السنوي او الدائم او مدري شو، بيروحوا بيسلبوها. هن ما لهم اغبياء حبيبي، روح تسلبها تقول لهم، بيقول لك حبيبي بتروح بتطالع رقم وطني اللي هو هذا شفيتكم اياه الكويل نمبر ماشي، وبهذا الرقم الوطني، وهي اذا اي هذا هو الرقم الوطني، شوف لي اياه قدامك شايفه اللي هذا، بعدين انت راح اشرح لك كيف بتجلده وبتساوي هيك، بتشيله بجيبك انا مغطيه، هذا بتطالعه بعرف لكم كيف بتطالعه وبتساوي، بتروح بتطالع هذا الرقم الوطني مع البريكار، اي مكتب، اي مكتب واي جهه دائره خاصه ما وظفتك او اي مطعم او اي شيء، بتروح بتقول للمحامي فلان ما وظفني، قال انه بده بطاقه دني، اذا معك البريكار ومعك هذا الرقم الوطني وما شغلك بيسكروا له محله وبيرفع عليه قضيه وبيطلع لك تعويض وبينهوا امره ماشي. فلا تسلبها عليهم لانه هن ما بينسلب عليهم هاي الامور، بدك تكون انسان بسيط، بدك تشتغل انا راح اشرح لك كيف تطالع هذول الورقتين. واي دائره حكوميه ما او مو عفوا مو دائره، اي مكان بتروح بتقدم فيه عمل وبيرفض يشغلك بالبريكاريا وبالرقم الوطني هاد، بتتعاون مع تتصل بالمحامي تبعك اللي بشارع افنيدا بليغرانو اللي هو قدم لك طلب اللجوء اللي بتلكن عليه بهذا المكتب، بيعمل لك امر قضائي باتجاه المؤسسه او المكان او المطعم او المحل اللي انت رح تتوظف فيه وما شغلك، وبيجبروهم قضائيا يشغلوك والا بيسكروا للمحل. فهمت علي؟ ركز معي. فانت بتعمل هاي الاوراق وبتشتغل والبطاقه لحالها بتطلع لك حبيبي، بدك تكون انسان طبيعي وبسيط وصادق، مو تروح تسب. في كتير عرب بيسلبوها، وهي شغلات السلب هون ما بتزبط نهائي، مشان هيك امورهم بينيموا لهم اياها ليتاكدوا من صدقهم وانه هن فعلا محتاجين هذا الشيء. هلا النقطه الاهم اللي بدي اشرحها كمان، هي البريكاره شو بحق لك تعمل فيها؟ بحق لك تشتغل، بحق لك تفتح مشاريع، بحق لك تفتح مطعم على حسابك، تفتح مشروع، تستثمر، تصدر، تستورد، بحق لك تعمل رخصه سياقه، بحق لك تشتري بيت، بحق لك تشتري محل، بحق لك تعمل اشياء كثيره فيها. وشو فرقها عن البريكاريا الثانيه، عن البريكاريا العاديه؟ يعني البريكاريا العاديه اللي هي تبع مثلا اقامه اجنبي اللي هي راح نفرجيكم اياها ونشرح عنها بعدين، الثانيه بدها فيديو كمان لحالها مشان ما يكون طويل. اللي بيحق لك فيه بهي البطاقه انه انت كونك طالب لجوء يحق لك كما يحق لأي مواطن أرجنتيني، يعني بما معنى كالتالي، بما معنى إذا أنت ارتكبت أي مخالفة أو أي جرم جنائي أو أي شبه أي شيء آخر ما شبه ذلك، فأنت تعاقب بالقانون على الجرم أو تدفع مخالفة هذا الشيء وتمارس حياتك الطبيعية في البلد مثلك مثل أي مواطن. أما إذا كنت اجنبي ما معك بطاقه هي البريكاري تاع اللجوء، انت طالب اللجوء ومعك تبع الاجنبي وعملت اي مخالفه قضائيه او مخالفه سير او اي حكم اخر، فانت تاخذ عقوبتك ويتم ترحيلك من البلد، ولا يتم ترحيلك من البلد، انتبه، ووضع عدم دخول البلد مره اخرى، بحطوا اسمك في الحدود وعلى الباسبور بحطوا لك اوكي. هلا في نقطه ثانيه، في ناس بتقلي انا اذا بدي اجي ادخل تهريب من على الحدود وما عندي جواز سفر ما عندي شيء، كمان بيعطوك اياها لهي البريكاريا. وفي نقطه مهمه، حتى لو ما معك بس شيء يثبت صلاحيتك في شيء، انتبه هون، بحطوا بصمه اصبعك، يعني يا بتكون بصمه اصبعك اذا ما عندك جواز سفر،
يا اما بيحطوا رقم الباسبور اذا عندك باسبور وابرز له، حتى لو داخل شارع باي طريقه من الطرق على الحدود البريه. اوكي انتبهت؟ ركزت معي؟ انا عم بشرح هاي المواضيع وهي المعلومات المهمه باكثر قدر ممكن ومفصل وسهل لكي تستوعبوه ولتكونوا يعني معي مركزين، ولحتى تسهل عليكم الامور وتتابعوا الخطوات بنفسكم وما تحتاجوا حدا لا يضايق عليكم ولا يعني حاول يستغلكم ولا ينصب عليكم. هلا اذا انت وهي كمان البريكاريه بحق لك تاخذ عليها مساعدات كثيره طبعا من مركز اللجوء ومن اداره المحافظه كاجنبي، يعني بتاخذ اثنين من هون ومن هون. طبعا هلا اللي بيقول لي انا ما قدرت اخذ مساعدات وما في شيء، وهن هن مساعدات رمزيه بسيطه، بيساعدوا باجار بيت، بيساعدوا باجار اوتيل، بيساعدوا باكل وبشرب باشياء غذائيه، اللي ما انه قادر يحصل عليهم وما عارف بسبب اللغه او بسبب انه هو ما انه فاهم السيستم كيف ماشي البلد، يا اخي تواصل معي وانا ساعتها باخذ هالكاميرا وبروح بصورك خطوه بخطوه كيف عم بساعدك وكيف حتحصل عليهم، مشان ندل على الخير ويعم الخير على الجميع ونفرج الناس كيف عملنا هاي التجربه واخذتها وبرافقك. انا صراحه في ناس بدك تروح على محامين خاصين حتدفع مصاري كثير، وتحدى اي محامي خاص حيساعدك ويعمل هاي المعلومه، انا بساعدك مجانا ولكن بالمقابل بدي صورك مشان انشر المعلومه، لا تفكر مشان مشاهدات ولا غيره، مشان ننقل تجربتك هاي لشخص اخر ثاني يستفيد منها. اوكي حتى لو كانت التجربه مكرره بس ممكن دائما يطلع معه واحد جنسيته مختلفه، يعني بيطلبوا اوراق منه مختلفه عن شخص اخر، ممكن في شخص يعطوه اكثر حسب كل واحد وضعه، واحد وضعه الصحي بيكون مختلف بيعطوه مساعدات اكثر عن شخص عادي. اوكي فهي التجارب كلها بحب انقلها من ارض الواقع. فاذا انت مستعد لهذا الشيء وخذ التجربه وما قدرت انت توصل لنتيجه ولقيت الامور صعبه عليك، تواصل معي عن طريق التعليقات عن طريق الانستغرام، وانا جاهز ومستعد اني رافقك واكون معك، ولكن بالمقابل بدي احمل كاميرتي خطوه بخطوه صورك، مو مشان شيء. للاسف في كثير ناس ساعدناهم كانوا اكلين ناكرين للمعروف، وبعد ذلك لا شفنا منهم لا سلام ولا كلام، والسلام عليكم ورحمه الله كلياته. اللهم اسالك نفسي لما بيحتاجك بيجي لعندك بيقول لك مرحبا كيفك مشان الله ودخيل الله ساعدني، بعد ما بتساعده بيخلص وبيروح وبيمشي من البلد ما بعد بتذكرك بسلام ولا بكلام. مش الكل صراحه ولكن البعض، ما بيهمنا ونحن بنعمل لله والمركب ما فيها شيء لله بغرق. خلينا نكمل هلا معلوماتنا في نقطة مهمة هلا، يلي هي انت بعد كم فترة ممكن تاخذ اللجوء، كل واحد حسب ملفه وحسب جنسيته، ممكن انت يوافقوا له على طلب اللجوء بعد 6 اشهر، في ناس بعد سنة. اوكي حسب كل واحد هو وجنسيته وتجربته الشخصية. في نقطة مهمة هلا بيقول لي انا جزائري مغربي مصري من البلاد اللي ما فيها اي شيء من الحروب، بيقبلوا لجوءك ولكن بعد مدة طويلة، لانه انت كونه بلادك ما فيها حروب فبياخذ وقت شوي معك. اوكي اكثر من غيرك. هلا بيقول لي انا بخاف اعمل اللجوء، انا بقول له هذا اسمه بهم وغباء وجبن. ليش؟ لانه هون الحكومة الارجنتينية ما راح تبلغ لا بلدك ولا اي بلد اخر ولا اي دولة اخرى وقلت لهم تعالوا شوفوا نحن جبنا فلان وفلان لعنا من بلدكم. هي لا، اللي اشرح لكم شو هو اللجوء. اللجوء هو عبارة ان انت لما بتقدم طلب اللجوء مكتب اللجوء بيرفع للامم المتحدة اسماء اللاجئين مشان ياخذ عليهم اموال. من وين بياخذ هاي الاموال مشان يعطيكم المساعدات؟ انتو بياخذ الاموال هاي من الامم المتحده. الامم المتحده مين بتاخذها؟ الامم المتحده بتاخذها من البنك المركزي الدولي. اوكي اللي هو انت رصيد دولتك اوكي الها في البنك المركزي الدولي، فهن بيرفعوا لائحه للبنك المركزي الدولي فبياخذوا الاموال من الدوله. كيف؟ ما بيروحوا بيقولوا لدولتك انه هن اخذوها. مثلا خلينا نقول بعض الدول عليها العقوبات الاقتصاديه، الدول عليها عقوبات اقتصادية اللي انفرضت كل رصيدها بالبنك الدولي وانهارت عملتها ونزلت عملتها بسبب الحروب، عم بياخذوا اموالها وبيعطوها للامم المتحدة والامم المتحدة بتوزعها على هدول اللاجئين في كل دول العالم. فهمتوا علي؟ هلا بتقلي الدول الثانية طيب كيف؟ يلي مثلا خلينا نقول جزائري مغربي تونسي مصري كيف كمان نفس الشيء، بقدروا عدد اللاجئين بدول العالم اللي طالبين اللجوء واللي قدموا عن طريق مكتب الامم المتحده رفعوا اسمائهم للامم المتحده. انتبه، ما رفعوا اسمك للبلدك، ما رفعوا اسمك للبنك المركزي، لا لا لا، وبيسحبوا من رصيد دولتك وبيعطوهم للناس، لا دولتك ولا حكومتك ولا حدا حيعرف فيك انت. واغلب الناس انا عم بعطيكم عن تجربه بينزلوا فيها للبريكاريا. اوكي هي البريكاريا بينزلوا فيها على بلدهم بيروحوا بيرجعوا، وبالمطار انا بتحداك بحط لك ختم من الخلف
من الخلف بحط لك ختم المطار انك انت خرجت فيها بعد ما، بس لازم تكون مترجمها اوكي بالترجمه، بحط لك ختم من الخلف، ختم المطار، ختم الخروج اوكي عليها من ورا، وبيحط لك نفس الختم على الباسبور تاريخ خروجك، وانت بالرجعه بدك ترجع قبل ما تنتهي صلاحيتها، ان كانت هي وان كانت البريكاريا الثانيه، نفس السيستم للسفر وللعوده، وانا راح اشرح عنها ان شاء الله عما قريب. فيا حبيب قلبي يا اصدقائي يا حلوين، لا تخافوا، انا هذول الناس اللي بنصحوا، انت ممكن تعمل هي الاقامه المؤقته، اسرع اقامه اللي هي تبع اللجوء، الى حين انت اذا بدك بعدين تعمل اقامه عمل، اقامه دراسه، اقامه كذا، هذيك كاجنبي بتنعمل، فبنشرح عنها وبتاخذ البريكاريا الثانيه. هلا بالوقت نفسه بحق لك تاخذ البريكاريتين وتقدم على التنتين مع بعض. القانون بيقول لك هذا الشيء، وبالكتيب هذا موجود، انا شرحت عنه باحد الفيديوهات المره الماضيه عن اللجوء، في فيديو مكتوب عن اللجوء في شرحت فيه بقناتي، ولكن ما شرحت فيه ما هي البريكاريا وما هي البطاقه المؤقته وكيف يمكنك الحصول عليها. اليوم عم بشرح عن البريكاريا وشو هي الاشياء اللي انت ممكن تستفيد منها، وشو هي الاشياء اللي انت ممكن تعملها، حتى بتفتح حساب فيها بالبنك، واذا ما قدرت تفتح حساب بالبنك بتتواصل معي وانا بفتح لك حساب، واتحدى اكبر محامي بالبلد لا غرور ولا كبرياء انه هالمعلومات اللي عندي اللي عم بعطيها تكون موجوده عند حد اخر تاني. وان شاء الله ان شاء الله يعني ان نكون فدناكم وامتعناكم بهذا الفيديو، ولايكم بفيديوهات تانية، بس لا تنسونا يعني تكرما منكم على جهدنا وهالمعلومات نعطيها باعجاب ولايك وتعليق صغير، واي استفسار اي شيء نحن جاهزين الاجابة على اسئلتكم وتعليقاتكم، وانتظروني لسه في هلا بعدها في فيديو تاني ححطه عن البريكاري تاع الاجنبي وكيفية استخراج الرقم الوطني اوكي اللي هو كويل، وكيفية استخراج شهادة الانسس اللي هي الانسس النيجاتيفة دي الانسس اللي هي انت بتأكد فيها شو عندك انت شو بتملك لحتى تقدر يعطوك مساعدات ولا لا، هي بتلزمك كمان للمساعدات. والرقم الضريبي اخر شيء للمؤسسات والشركات اللي هو اسمه كويت نمبر، فهو اللي كويل نفسه بنحوله لكويت نمبر، حاشرح لكم كيف وطرق بفيديوهات تانية، ما بنقدر نشرحهم كلهم مع بعض، انتم شايفين الفيديو يعني وصل اكثر من 17 دقيقة، فبتمنى انكم تتابعوا، اي استفسار اي شيء اي تعديل انا جاهز للاجابة على جميع اسئلتكم وتعليقاتكم، ولا تنسونا من الاعجاب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.